اكبر طلبيه من شي ان تعالوا نفرش البيت سوا. ثلاث كراتين كبار من شي ان حنكمل فرش البيت والجنان اليوم. يلا نبلش سوا. اوكي خلينا نبلش بالثياب. هيدي قطعه داخليه تحت الفستان. هيدا فستان. اي مامي جابت هيدا الدرس. هيدي شمعه فيها ريحه عطريه. مش عم تفتح؟ لا فتح. واو شو هيدا؟ هيدا الشي لحنا اكيد. هيدي علبة محارم لغرفة حنا. هيدي لإلك يا حنا. اه بعلموهم. نايس. هون الارقام 1 2 3 4. هيدا شورت مع هيدا تي شيرت. علقت مفاتيح للبيت. هيدا تي شيرت لإلي. لعبة لحنا. احنا تكسير على طول. شوف شو في هون لعلي. زي هيك بليزر صغير فوق الدريسز. شو بكثير اليوم. اوكي وهيدا كمان واحد لونه ابيض. اخ معالق صغيره للقهوه كشكل الوردي هالعين. ما هيك هيدي ميك اب اورجنايزر. اوكي شمعه ثانيه. انا كثير بحب الشمع اللي له ريحه حلوه بتستهويني. مثل الابيض بس اسود. هيدي لحنا. قلت له هاي حيكسرها اكيد. حنا اول شيء نحن بنذوق. هات لنشوف شو في هون. سيبي كاب لحنونا. هاي دول بالذات هاي لازم تحطها بتمه. البيبيز اللي بيعملوا تيثينج يعني بيطلعوا اسنان بيطلبوا هاي من شي ان سيليكون. هاي نشوف شو في هون. هيدا بنحط فيه التيشوز. هيدا الشيرت لإلي كمان. اوكي نشوف شو جبنا هون. او دايبة. هاي ما لازم تكون هيك. هي لازم تكون مثل الوردة شكلها. هيدا دامجد ايتم. خلينا نشوف شو في هون. اوكي هيدا حسيتها كتير حلوة للصيفية تشربوا فيها الجوز. اوكي انا طلبت اثنين. تعالوا نشوف شو في هيدا البوكس. اسبريسو ماشين كبسولات تبعولها بنحطهم هون. هاي الدودة تبعت حنا للميك اب. في بوكس كبير تحت. شو تقيلة هيدي للنابكنز. وهيك كمل الست عندي بالليفينج روم. في هون في مبخرة حطوا البخور هون. المفروض انها تصير تطلع من هون ومن التم. عم فكر حطها هون. يلا خلص ما هنا بتعلقوا. هيدا مثل مج. اوكي جبت برضو لتيشوز. تعال نحطها هلا. هيدي زي قاعدتها. كتير كيوت. انا نحطهم هون. عندي تو ميك اب اورجنايزرز. تعال نحطهم هون ونحط فيهم الاشياء. دون اوكي اخر شيء شمعة الحب. تعال نحط جوا. تعال نشوف شو في هون. بلش في هذا الشيء. اوكي حنركبهم مع بعض. هدول قواويل للزريعة. تركيبها كتير سهل. قرأت ريفيوز عنها كتير كاتبين ريفيوز حلوين. صارت ردي. السلة الثانية عملياته حلوين. وهيدي صارت جاهزة. اوكي خلينا نشوف هون. عصفور تعالوا ننقي شي بدنا نحطه عليه. حنركبه ونسكر اصابيعه من تحت على الغصن. كأنكم عم بتزينوا شجرة العيد. I love it. عصفور ابيض وريشات وعين شيان. هيدا دامج. هيدا عصفورة كان طير العقل. تعالوا نحطه على شي مكان مثل هاي. في كمان واحد ابيض بس ليه مكسورين ريشات البيض شيان. I think في الشيبينج كسر. سو برضو هيدا ما راح استعمله خليه. الاحمر اوكي. يلا نعلق الاحمر. ايه خلنا هيدا نحطه على مش عارف.
هيدا عش للعصافير، بنعلقه على شجرة مثل هيك. هنشوف شو فيهم. اوه شو صغار، فكرتهم اكبر. وحياة الله في شيء انا بفكرهم كتير كبار هالقد. يا فكرتهم اكبر كتير على الصورة، بفكروها على قد جذع الشجرة. هيدا مثل هيك. في التالت كمان قرد، هوايتي القرود انا. هنشوف شو هيدا. يوش صغيرة والألوان غير عن الألوان اللي بالرسمة اللي ما حبيت أبداً. زيرو على عشرة هيدا الآيتم، خليها بغير لحن عليها. للبطاطا والبصل والثوم هيك كتير صغيرة. نايس، حلوة كيوت. بتحسوا عم بجهز لمنزل الأقزام. عندي عصفور أحمر، خلينا نركب الأقزام كمان معي. بدها مسمار وهي حلوة. هيدا الأخ حندندل من هون، الأخ هيدا المناضل. فينا نحطه حارس عبين ما يجوا العصفورات. هيدا خلينا نقعده شي متر. تعالوا نكمل. هول الحجار أحطهم بين الورد. خلينا نحطها على الطرف كمان. الكيس الثاني. شي انا حنشوف اليوم اذا ضبوا او لا. عنا بس هيدي. تعالوا نروح نقعد حد سويمينج بول ونعملهم. يلا خلينا. هول البجعات بيشتغلوا على الطاقة الشمسية. هيدي طاقة شمسية. حنحطها حد البستين. هاي أول وحدة. هاي ثلاثة. بالليل رح أشوف إذا حيضووا. أوكي. أهم شيء إنها تاخذ شمس. عبين ما أرتاح شوي. تعالوا نشوف منتجات الدكتور فود وين موجودة في لبنان. نحن اليوم عند سام أن جونز سوبر ماركت في كسروان. فيكم تلاقوا دكتور فود سيجنتشر ودكتور فود كوكيز وأكيد السانشاين ستيكس بكل فليفرز. متابعين دكتور فود وسانشاين معكم بس 24 ساعة بكسروان لتخلصوا كل هاي المنتجات. إذا بدكم نفتح الباكج الثالث أكيد وصلوا لهيدا الفيديو لمليون لايك. وما تنسوا تاخدوا سانشاين ستيكس أو دكتور فود سيجنتشر اليوم كسناك لألكم. تحياتي.